السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ويقول سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فأفضل تذكير تذكير بكتاب الله عز وجل، وكذا تذكير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الدقائق المعدودة اليسيرة إن شاء الله أتناول قدرا من الآية الكريمة التي هي آية الوصايا العشر على قول لبعض العلماء في القرآن الكريم، والتي مطلعها من سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. فأخذ منها ثلاثة أمور، وهي قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وصى الله سبحانه وتعالى بالجار ذي القربى وبالجار الجنب والصاحب بالجنب. أما الجار ذو القربى فهو الجار الذي تربطك به قرابة: جارك ابن عمك، جارك أخوك، جارك ابن خالك، جارك ابن خالتك. هناك صلة تربطك به، سواء من ناحية الأب أم من ناحية الأم. فهذا الجار ذو القربى هو الذي صدر. لماذا؟ وسبق الجار الجنب، لأن القرابة لها حق والجوار له حق. ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على البعيد صدقة، والصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران. يعني إذا أنت ستتصدق بريال أو بجنيه، على قريب ستأخذ أجرين، على بعيد ستأخذ أجرا واحدا، والحسنة بعشر أمثالها. إذا كانت الصدقة على قريب فسيكون لك 20 ضعف، لك 20 ضعفا. فلذلك صدر الجار ذو القربى. وصى الله أولا بالجار ذي القربى، الجار الذي تربطك به قرابة. فلا تحسد جارك، لا تحسد قريبك، بل أكرمه. وصى الله بالجار في هذه الآية فقال: والجار ذي القربى. ووصى جبريل عليه الصلاة والسلام بالجار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعل له نصيبا من الميراث. يعني جبريل كرر الوصية لرسول الله عدة مرات: استوصي بالجار يا محمد. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعل له نصيبا من الميراث. فالله وصى بالجار، جبريل وصى بالجار، النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالجار، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: إذا طبخت مرقا لحما يا أبا ذر فأكثر مرقها، وتعاهد جيرانك. وإذا قل من يعمل بهذه السنة في هذه الأيام: إذا طبخت لحما فأكثر مرقها وتعاهد جيرانك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاه. قيل الفرس ما بين الرجل الشاء إلى الركبة، العظم الصغيرة، وقيل الفرس الحافر، وثمة أقول شيئا قليلا. يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاه. إذا أهدت لك الجارة فرس شاه اقبليها، إذا أنت لم تستطيع الإهداء اهدي ولو فرس شاه. فجبريل أوصى، أن الله أوصى بالجار، وجبريل أوصى بالجار، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار كذلك. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم
رضوان الله عليهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يقول لأهل بيته: أهديتم لجارنا اليهودي؟ إذا ذبح الذبيحة قال: أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، أي لما لم تهدوا لجارنا اليهودي؟ فأمر وصى الله به، وصى به جبريل، وصى به النبي الأمين، ووصى به الصحابة، أمر إذن ذو أهمية عظيمة. وحذر النبي أشد التحذير، أشد التحذير من إيذاء الجار، فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي المصائب التي تأتي من ناحيته. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. ولا يخفى عليكم أن النبي حرم الزنا، وربنا حرم الزنا، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في بيان أكبر أنواع أكبر الكبائر: وأن تزاني حليلة جارك. إذا كان الزنا حرام، فالزنا بحليلة الجار أشد تحريما، أشد تحريما. فكذا ينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق الجار، ويحث على الإهداء إلى الجيران، حث على ستر الجيران والإحسان إليهم بصفة عامة. الآن اندرس هذا في كثير من البلاد، أصبحت في المدن والعمائر الكبيرة لا ترى جارك، لا تعرفه، من الذي يسكن بجوارك في الشقة؟ هذه شقتك وشقة جارك، عندك مأتم وعنده عرس، ولا أحد يباري ولا أحد يشارك الناس مشاعرهم، وهذا كله خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصى الله بالجار ذي القربى، اجتمع إلى حق الجار حق القرابة، والله قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فالقرابة لها حق. ويلاحظ في النصوص التي وردت في الحث على إكرام الجار أن الجار عام، لم يقيد بالجار المسلم. فإذا كان لك جار يهودي أيضا تكرمه، ولما سمعت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فإذا كان الجار يهوديا أو نصرانيا أيا كان، فله حق ما لم يكن يحاربنا في ديننا. وجاءت أسماء بنت أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك، صلي أمك. فالجار حتى لو لك جار قريب كافر، حتى لو كافر، فالنبي يقول أيضا: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأملها ببلالها، سأصلها بما لا علي من حق الوصل. فيا إخوة، أحسنوا إلى الجيران، فأنتم ستسألون عن الجار، ستسألون عن الجار، هذا ديوان مظالم. ماذا صنعت مع جارك؟ أكرمته؟ أحسنت إليه؟ سترت عليه؟ أم أنك فضحته؟ تجسست عليه؟ آذيته في نفسه؟ حسدته على ما أتاه الله من مال ونعم؟ ستحاسب على كل هذا بين يدي الله. انتبه، ستحاسب على الجيران، ستسأل عن الجيران. ثم إن الله قال: والجار الجنب، يعني الجار الذي لا تربطك به قرابة، جار بعيد من بلد بعيد أو من قبيلة أخرى، جار جنب يعني جار لا تربطك به قرابة، وصى الله به أيضا. والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب للعلماء فيه أقوال، أحدها أن الصاحب بالجنب هي الزوجة، يعني صاحبتك وبجانبك،
فمن العلماء من قال الصاحب الجنب الزوجة، أو وصى الله بها، وصى الله بالزوجة، والنبي قال خيركم خيركم لأهله، بل الله قال وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف. فحسن العشرة مع الزوجة مطلب، خيركم ألطفهم بأهله في الرواية الأخرى. وقال عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فوصى الله بالزوجة على هذا التأويل للمفسرين، وصى الله بالصاحب بالجنب، وهي الزوجة التي معك وبجانبك، وصى الله بها تحسن إليها، انتقي الكلمات الطيبة التي تدخل سربها على أهل بيتك، انتق حتى لو كنت مزاحا لا تمزح إلا بطيب الكلام. فالله يقول وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. فالشاهد من هذا أننا نستوصي بالزوجة خيرا، والنبي يقول استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. فهذه إحدى أو هذا أحد الأقوال في تفسير الصاحب بالجنب، وهو الزوجة لا تحملها فوق طاقتها، لا ترهقها، لا تعبس في وجهها. أنت تخرج وتلتقي بناس كثيرين هم قد تذهب، لكن هذه ما لها بعد الله إلا أنت. دخلت بوجه عبوس آذيتها، دخلت بوجه مسرور أدخلت عليها السرور. فوصى الله بالزوجة في هذه الآية على قول بعض المفسرين، ويدخل في الصاحب بالجنب الرفيق في السفر. الرفيق في السفر وصى الله به هذه الآية، هو صاحب بالجنب في السفر، تدخل المداعبات على من هم معك، لا تشق عليهم، لا تعطلهم، دائما تريح المسافرين معك، لا تتعب المسافرين معك وتقلقهم عليك، وتمشي بلا استئذان، وتروح وتجيء وتتركهم معذبين لا يدرون أين أنت ويقلقون عليك. فالصاحب بالجنب الرفيق في السفر، لا تحزنه لا تؤذيه، فهذا أيضا وصى الله به. ويدخل فيه أيضا أنت راكب سيارة والله موسى عليك، نزلت تشرب شاي، ما هناك من أن تأتي للذين معك بشاي سندوتش صغير، ما هناك مانع، الدنيا لن تخرب إذا أتيت لكل من معك في السيارة سندوتش صغير، 10 سندوتشات ب10 ريال أو ب20 ريال، تفضلوا يا جماعة. تثاب على هذا امتثالا لأمر الله ولوصية الله. والصاحب الجنب عصير، أي شيء يدخل السرور، لكن آخر مخفي السندوتش وتأكل في مسك بيديك الاثنتين كأنك تنتقم منه وتخبي، أخي لقمة هذا. إذا كان الله موسى عليك، أما إذا كنت فقيرا فلك عذرك. فوصى الله بالصاحب الجنب. ويدخل في الصاحب الجنب أيضا الصديق في العمل، زملائي في العمل يدخلون، أنهم أصحابي بجنبي، صديقك في العمل وزميلك في العمل، لا تحسده وتتمنى أن يخصم عنه منه الراتب كله، لا تتمنى له البلاء، لا تتمنى له زلات الأقدام، بل أخل عسرته إن كان ضعيفا في العمل أعينه أنت. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول في بيان طرائق الخير، تعين صانعا أو تصنع لأخرق. أخرق يعني واحد ما يعرف يشتغل، أنت نجار ماهر ومعك نجار غير ماهر لا يتقن الصنعة، علمه يا أخي، خذ بيدي تعالى دق هذا المسمار كذا، ضع الخشبة إلصقها أولا بالغراء مع أختها ودق مسمار يقويها، تعلمه برفق، تعين صانعا أو تصنع لأخرق. فيدخل في الصاحب بالجنب كل ما هذا شأنه، يدخل زميل العمل، يدخل الطالب في المدرسة، الطالب بجواره طالب آخر في المدرسة صاحب بالجنب، يدخل الرفيق في السجن أيضا. يوسف الصديق قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد قار. المهم أي عمل، سواء في العمل، سواء في السفر، سواء الزوجة، الفئة المحيطة بك من أزواج، من أولادك وبناتك، كل هؤلاء يدخلون في هذه الجزئية من الآية الكريمة. والصاحب بالجنب الذي يصحبك يكون إلى جوارك، في سفر كان، في حضر كان، في زوجة كانت، ابن كان، بنت كانت، كل هذا داخل في الصاحب بالجنب.
فحقا ما أعظم هذا الدين، دين قيم، دين طيب، وكيف لا وهو من عند الله، وهو دين الله سبحانه وتعالى، والشرع شرعه. أسأل الله أن يبارك فيكم أيها الإخوة والأخوات، وأن يحفظكم بحفظه، وأن يبارك لرب هذا البيت في بيته، وأن يجعله منارة خير ومنارة ذكر لله تبارك وتعالى. اللهم آمين. وأعاننا الله وإياكم على امتثال أوامر الله وامتثال سنة رسول الله، فنحن سنسأل عن كتاب الله وسنسأل عن سنة رسول الله. لا تظن أنك تسمع فقط ولن تسأل، بل اسأل الله أن يجعل القرآن حجة لك لا حجة عليك. أحسنوا إلى الجيران، لا تحسدوهم، لا تتمنوا لهم الفضائح. في ناس يتمنوا الفضيحة للجار، حسد الجار، إذا وجدت في نفسك حسد الجار قل اللهم بارك له، اللهم زده ولا تنقصه، اللهم زدنا وإياه. هذا، وصلوات ربي وسلامه على النبي الأمين محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.